عشاق رضا، اينما كنتم اهلا بكم في ميكرو سبور. من بعد المستوى العالي اللي ظهر به مدافع فريق الرجاء البيضاوي جواد اليميق رفقه المنتخب الوطني المغربي وبرسم المباراه اللي جمعته مع منتخب بوركينا فاسو برسم مباراه وديه، اليوم نزلنا للشارع باش نسولوا بعض المواطنين كيفاش جاهم اداء جواد اليميق واش نساهم في غياب المهدي بن عطيه. بقوا معنا باش نشوفوا الاجوبه ديال الناس. جواد اليميق عوض البلاصه ديال المهدي بن عطيه، بحيث ان المهدي بن عطيه ما عطاش شي حاجه كبيره للمنتخب. يعني المهدي بن عطيه كنقول ان القرار ديال الاعتزال ديالو هو قرار مناسب في هذا الوقت. احنا ما نستغناوش على بن عطيه. بن عطيه تا هو دوز واحد الوقت ديالو، هو خصو يخلي لهاد الدراري دابا اللي طالعين خليهم بلاصهم. بحال اليميق لعب كاول مره لعب، بان بينا وبحال راه ديما كيلعب هذاك السيد في هذاك البوست، واخد التجربه ديالو كبيره. في الحقيقه بالنسبه للفراغ اللي خلاه سميتو ما كانش الفراغ اللي كان البارح، زعما كنا بن عطيه كنا تنتوقعوا بان البوست ديالو غادي يوقع فيه مشكل وغيكون واحد الفراغ. من بعد العوده ديال جواد اليميق الحمد لله ونسانا في اللعب ديال بن عطيه. كما تنعرفوا الشاب جواد اليميق ادى مقابله جيده بالعوده ديالو للمنتخب الوطني الاول، والحمد لله الجميع كل شيء راضي على الاداء ديالو، واللي جا الحمد لله مورا بن عطيه فهو تيأدي الواجب الوطني ديالو على احسن ما يرام. اليميق فهمتي ود الراجا قديه فهمتي، وديما راجا بعدا كاينه و تشرف الرايه المغربيه. نستانف بن عطيه الصراحه، عشان فهمتي بن عطيه كثرت الاصابات المتكرره، ما بقاش عنده نفس النيفو اللي كان عنده. ومهم اليميق جا يعطي واحد النفس جديد للمنتخب ان شاء الله. كل واحد تيخلق داك الشيء اللي عنده، ولكن بن عطيه عنده واحد كيفرض راسه في التيران فهمتيني. المهم الوجود ديالو كاين فهمتيني، بن عطيه شي حاجه كاينه. احنا كنتمناو يكون شي لاعب من البطوله الوطنيه يكون في المنتخب الاول، واش نقول لك اللاعب اليميق لاعب كبير وخاصو يكون في المنتخب الوطني الاول باش يبصم على المسار ديالو والجيد ديالو، وكنتمناو ليه مسيره موفقه لي مع فريق الرجاء البيضاوي. إذا مشاهدينا كيف ما شفتوا معنا، في الأغلبية ديال المواطنين قالوا لأن غياب بن عطية برسم مباراة بوركينا فاسو الودية ما ظهرش بالشيء الكبير، بكون أن المدافع الرجاوي جواد اليميق قدم مستوى جيد وساهم فوز المنتخب المغربي بهدفين دون رد. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، كنضرب لكم موعد في حلقة جديدة بحول الله، إلى اللقاء.